Sí, dime. Hola Juan, ¿dónde estás? Estoy en el Hotel Madrid. ¿Y dónde está este hotel? Está en la calle Carlos II. ¿Y dónde está Jaime? Aquí está conmigo. السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. ودرس اليوم سهل وبسيط جدا، سنتعلم لواحدة من أكثر الأفعال استعمالا في اللغة الإسبانية، وكذلك سنستعمل بعض الكلمات لتحديد الأماكن. وأذكركم أصدقائي أن كل الجمل التي سنطرحها في هذا الفيديو ستجدونها مكتوبة في صفحتنا الرسمية، وبالطبع سأترك لكم الرابط في أسفل الفيديو في درس اليوم. ولا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الإنستغرام، وهناك نطرح هذه الفيديوهات بشكل شبه يومي لتبقى دائما على مراجعة بالدروس التي نطرحها على اليوتيوب. فلنبدأ على بركة الله. تتذكرون كلمة دوندي؟ دوندي معناها أين. مثلا نقول دوندي تراباخاس، دوندي تراباخاس يعني أين تعمل أو أين تشتغل. كلمة دوندي في العادة تستعمل في السؤال، وعادة تستعمل مع فعل استار، بيربو استار. مثلا عندما نقول دوندي استاس، دوندي استاس، والإجابة قد تكون استوي إن كاسا، استوي إن كاسا أنا في المنزل، أو استوي إن الوتيل، استوي إن الوتيل يعني أنا في الفندق. فعل إستار هو واحد من الأفعال الأكثر استعمالا في اللغة الإسبانية. صرف فعل إستار في الحاضر سهل جدا وبسيط للغاية. يمكن أن تردد معي: جو إستوي، تو إستاس، إل إيا، أستيد إستا، نوسوتروس، نوسوتراس estamos، vosotros، vosotras estáis، ellos، ellas y ustedes están. فعل إستار ليس له معنى محدد في اللغة العربية، لهذا سنتطرق إلى مجموعة من الجمل كي نتعرف عليه بشكل أوضح وأسهل. كما ذكرنا في المثال السابق ¿Dónde estás؟ ¿Dónde estás؟ أين أنت؟ والإجابة قد تكون estoy، أنا estoy en casa، estoy en casa. مثلا عندما تفقد وعيك وبعدها بساعات تستيقظ فتسأل ¿Dónde estoy؟ ¿Dónde estoy؟ أين أنا؟ والإجابة قد تكون estás en casa، estás en casa، أنت في المنزل، أو estás en el hotel، estás en el hotel، أنت في الفندق. مثلا عندما تبحث عن أحمد تقول ¿Dónde está أحمد؟ ¿Dónde está أحمد؟ أين هو أحمد؟ والإجابة قد تكون أحمد está en el baño، أحمد está en el baño، يعني أحمد في المرحاض. وكذلك قد تسأل عن الأماكن فتقول ¿Y dónde está el baño؟ ¿Y dónde está el baño؟ وأين هو المرحاض؟ والإجابة قد تكون مثلا El baño está ahí، El baño está ahí، المرحاض هناك. ومثال آخر، مثلا عندما تستعين بصديق غبي كمرشد ومصيرك بطبيعة الحال سيكون الضياع فتسأل ¿Dónde estamos؟ وهنا تقصد أنت وهو. ¿Dónde estamos؟ أين نحن؟ وفي رأيك ماذا ستكون الإجابة؟ بطبيعة الحال ستكون No sé dónde estamos، No sé dónde estamos، لا أعرف أين نحن، ولا هو عارف أين هو. ومثال آخر، مثلا عندما تكون تنتظر ضيوف أو عندك أولاد في الشارع تأخروا عن الدخول إلى المنزل، تقوم أنت بالاتصال بهم وتسأل ¿Dónde estáis؟ ¿Dónde estáis؟ أين أنتم؟ والإجابة قد تكون Estamos cerca de casa، Estamos
cerca de casa. نحن قريبين من المنزل. كم من مرة قمت باستغلال القدرات الخارقة للأم في البحث عن الأشياء؟ مثلا عندما تضيع شيء ما تسأل أمك فتقول لك أين هو. مثلا عندما تضيع حذائك تسأل ماما دونده استان ميس زاباتوس. ماما دونده استان ميس زاباتوس. أمي أين هو حذائي أو أحذيتي؟ وبقدرة قادر تجيب استان باخو لا ميسا. استان باخو لا ميسا. هم تحت الطاولة، والمقصود بهم هم الأحذية. وفي تحديد الأماكن كثيرا ما ستستعين بكلمة إن ومعناها باللغة العربية في. مثلا عندما أجيب estoy en el trabajo. estoy en el trabajo. أنا في الشغل أو في العمل. مثال آخر أحمد está en el hotel. أحمد está en el hotel. أحمد في الفندق. كذلك في الأمثلة السابقة ظهرت كلمة ال مثلا el hotel. el hotel. el baño. el baño. وكلمة ال بكل بساطة هي بمثابة ألف لام في اللغة العربية، ألف لام المعرفة. مثلا كلمة بانيو نكرة غير معروفة، ويمكن أن أقول البانيو المرحاد. وهذه الكلمة تتغير حسب الموصوف أو حسب الكلمة المستعملة. مثلا إذا كانت الكلمة مذكر مثل كلمة أمبري أقول الأمبري الأمبري الرجل. وإذا كانت مؤنث مثال كلمة مخير وهي مرأة أقول لا مخير لا مخير المرأة. وكذلك هذه الكلمة عندها جمع ومفرد. في الجمع مذكر أقول los hombres los hombres. وفي جمع مؤنث أقول las mujeres las mujeres. مثال أحمد come siempre en el hotel. أحمد come siempre en el hotel. أحمد يأكل دائما في الفندق في الفندق. مثال آخر te veo mañana en la playa. te veo mañana en la playa. أراك غدا في الشاطئ. la playa معناها الشاطئ. ويمكن أن أقول كذلك ¿Dónde están los alumnos? ¿Dónde están los alumnos? أين هم التلاميذ؟ والمقصود بهم هنا ذكور los alumnos. وكذلك يمكن أن أقول ¿Dónde están las alumnas? ¿Dónde están las alumnas? أين هما التلميذات؟ وهنا المقصود بالتلاميذ البنات. السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد لتعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين. ودرس اليوم سهل وبسيط جدا. سنتعلم لواحدة من أكثر الأفعال استعمالا في اللغة الإسبانية، وكذلك سنستعمل بعض الكلمات لتحديد الأماكن. وأذكركم أصدقائي أن كل الجمل التي سنطرحها في هذا الفيديو ستجدونها مكتوبة في صفحتنا الرسمية، وبالطبع سأترك لكم الرابط في أسفل الفيديو في درس اليوم. ولا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الإنستغرام، وهناك نطرح هذه الفيديوهات بشكل شبه يومي لتبقى دائما على مراجعة بالدروس التي نطرحها على اليوتيوب. فلنبدأ على بركة الله. كما تلاحظ صديقي اللغة الإسبانية لغة سهلة للغاية، وهذه الكلمة التي تعلمناها في درس اليوم ستبدو لك سهلة وبسيطة، لكن صديقي عن تجربتي الشخصية فرغم بساطتها وسهولتها فإنها عرضة للنسيان. لهذا أنصحك صديقي أن تقوم بمراجعة هذه الكلمات بشكل شبه يومي، ونحن سنساعدك على مراجعة هذه الكلمات إذا قمت بمتابعتنا على قناتنا على الإنستغرام، وكذلك قم بزيارة موقعنا الإلكتروني من حين لآخر. سأترك لكم رابط الإنستغرام وكذلك الموقع الإلكتروني في صندوق الوصف. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.